ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في مديرية المخا. في البداية نبارك لشعبنا ولقيادتنا السياسية ولحلفائنا في التحالف العربي هذا النصر الكبير، ونقدم تحية إجلال وإكبار للأبطال الذين حققوا هذا النصر الكبير في مدينة المخا. اليوم المخا شهدت استكمال لاستعادة سيطرة الدولة عليها. تمكن الجيش الوطني والمقاومة من دخولها من ثلاثة محاور، المحور الجنوبي والشرقي والغربي، وتم السيطرة على معسكر الدفاع الجوي، وتم السيطرة على مخازن الوقود، وتم السيطرة على كثير من المناطق. الآن المقاومة والجيش الوطني تتعامل بحرص وحذر في تصفية بعض الجيوب الباقية من ميليشيات الانقلابية. يعني سيد محمد، نفهم أنه قد تم تمشيط المدينة بشكل كامل وتأمين الميناء و يعني دحر الميليشيا تماما من المدينة، أم ما زالت هناك بعض الجيوب يتم التعامل معها؟ هناك بعض الجيوب، هي هناك تتواجد بعض الجيوب للميليشيات الانقلابية. نحن نعلم أن المنطقة هي منطقة مفتوحة، وهم بطبيعة الحال يتحولون إلى قناصة، استغلوا المنطقة المفتوحة وكذلك الأشجار المحيطة بالمدينة، ولكن الجيش الوطني يتعامل معهم. وربما أنا أتحدث معك الآن وقد قضي عن هذه الميليشيات المتحصنة تحت الأشجار وفي المباني. يعني الجيش دخل المدينة وأحكم السيطرة على المدينة والميناء، أم أن هناك ما زالت معارك تدور حتى اللحظة؟ هي ما زالت اشتباكات، يعني لا نستطيع أن نقول أنها معارك، المعارك قد حسمت، هناك اشتباكات للتعاون مع هؤلاء المتحصنين. لأنه نحن نتحدث عن حرص وحذر الجيش الوطني والمقاومة على سلامة المواطنين. الميليشيات الانقلابية حاولت أن تحتجز بعض المواطنين والتحصن وراءهم، هم يتحصنون في بعض المباني وتحت الشجيرات المحيطة بالمدينة. نعم، يعني بحسب المعلومات لديكم، يعني أين وصلت في الأثناء العمليات العسكرية؟ يعني وماذا عن العمليات القادمة؟ ماذا بعد المخا؟ العملية العسكرية التي هي عملية الرمح الذهبي هي وصلت إلى داخل مدينة المخا. تم السيطرة على المدينة. الآن تجري عملية التأمين، عملية التمشيط، تجري عملية نزع الألغام. هناك حقول واسعة حتى في الأحياء السكنية زرعتها الميليشيات الحوثية، وهذه واحدة من جرائم الحرب. بالنسبة للمعارك القادمة، هي طبعا العملية لن تتوقف، هي مستمرة وربما ستتجه إلى اتجاهين. اتجاه الشرقي الذي يتواجد فيه معسكر خالد وهو باتجاه تعز، والاتجاه الآخر هو اتجاه شمالي حيث يتواجد معسكر أبو موسى الأشعرية في اتجاه الشمال التابع لمحافظة الحديدة.